السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا فيديو مهم بخصوص معلومات عن غويانا الفرنسية وهل يتوفر لجوء، وبعض المعلومات الهامة للأشخاص القادمين إلى غويانا أو يفكرون يجون على غويانا الفرنسية. لذلك تابعوا معي الفيديو وشاركوا من أجل تعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. أول شيء بخصوص غويانا الفرنسية، الأشخاص اللي بدهم يجون طبعا من تركيا، هناك شيء اسمه فيزا إنساني من تركيا أو لبنان. في فيزا إنسانية تقدر تقدم عليها، بدك تسأل أنت، وأنا حطيت بفيديو سابق طريقة التقديم على الفيزا التركية. طبعا إذا كنت مقيم في تركيا، ما هي الشروط والإجراءات اللازمة؟ طبعا بخصوص لبنان، لازم تسأل أنت القنصلية أو الأشخاص الموجودين في لبنان. أما بالنسبة لمصر، في فيزا سياحية أيضا لازم تسألون جميع المكاتب. لازم تسأل أنت البلد المقيم فيه إذا كان هناك فيزا متاحة إلى البرازيل أو لا. هاي بالنسبة للأشخاص اللي يسألوني إنه كيف نقدر نحصل على فيزا إنسانية، خصوصا من جماعة تركيا أو لبنان، عن طريق فيزا إنسانية. بالنسبة للفيزا الإنسانية، شروطها سهلة، ما بدها أي شروط، وأنا ذكرتها. راح أخلي لكم أيضا الفيديو اللي مذكور فيه جميع الشروط مشان ما نطول شرح بهذا الفيديو بخصوص الفيزا الإنسانية. أنت كيف بدك تجي لغويانا الفرنسية؟ هو عن طريق أخذت الفيزا، لازم تصل للبرازيل. للبرازيل، من توصل للبرازيل أو طريق فنزويلا، طبعا طريق فنزويلا ما عندي أنا أي معلومة عنه، أنا جيت عن طريق البرازيل. نتكلم عن طريق البرازيل اللي احنا جينا منه، وأغلب الناس اللي أجت منه عن طريق سان باولو، من سان باولو لمنطقة برازيليا، من برازيليا لماكابا، من ماكابا لمنطقة اسمها أيبوك. هاي آخر منطقة طبعا الفاصلة بين البرازيل وسان جورج، يفصلها نهر أو عن طريق الجسر. بدك إذا أنت بدك تقطع الجسر عن طريق مشي أو سيارة، يعني تقدر تقوم بتقطيع الجسر وتختم على الجواز، أو إذا بدك ما تختم الجواز تقدر تقطع عن طريق النهر طبعا بكل سهولة، يعني ما في أي شيء تهريب، والطريق كله آمن وما في عليه أي مشاكل إن شاء الله. طبعا الأشخاص اللي يجون أول شيء، طبعا بالنسبة للأشخاص اللي يجون أول شيء، طبعا السكن جدا صعب هون بالغويانا الفرنسية، يعني يعتبر على الحظ، خصوصا العائلات اللي تسألني. كثير عائلات قام تسألني إنه هل يعطون بيوت فورا؟ لا، ما يعطون بيوت فورا، بدك تستنى أنت وحظك، احتمال شهرين ثلاث أربعة، واحتمال ما يعطونك بيت. لذلك لازم كل شخص يحسب حسابه إنه ما في له بيت، يعني يجيب مع مصروف أو يستأجر على حسابه، أو يقعد في يعني يجيب خيمة ويقعد فيها إذا بده. بس الأفضل إنه يستأجر بيت أو يستنى الصليب من أجل أن يقوم يعني بإعطائه بيت. بس تطول جدا، يعني هون الجو يعني جدا حار أو يكون جدا ماطر، يعني وفي كثير من الحشرات أيضا، إنه مشان تكون دنيا صيف، يعني في كثير من الحشرات الجو الحار، لأنها هي منطقة استوائية تعتبر. بس حبينا نفيدكم بهذا الأمر عشان الأشخاص اللي تسألني. وخصوص المساعدات، أنت أول ما تفوت وتاخذ ورقة من الحدود، عندما قطعت وصلت لمنطقة سان جورج، طبعا تقدر تاخذ أنت ورقة اللي هي تبع اللجوء، لازم تسلمها للصليب خلال 48 ساعة من وصولك لغويانا الفرنسية. طبعا الصليب هو اللي راح يستلمك ويكون مسؤول عنك بالإجراءات، لحد ما يعني مثل ما قلت تاخذ القرار الخاص بك. وبعد ما تاخذ يعني لمدة 3 أشهر تقريبا، الصليب هو مسؤول عنك، يعني بعد ما تاخذ القرار الخاص بك، يعني اذا اخذت القرار بك. اما قبل القرار ايضا الصليب هو المسؤول عنك حاليا. طبعا الصليب اول ما تروح عليه، يعني راح تقدم انت معلوماتك وتبلش باجراءات اللجوء بكل سهولة. يعني اول شيء تروح على الصليب، بعدين على البلدية، بعدين ترجع على الصليب، بعدين تروح تسلم القصة الخاصة فيك. وانا ذكرت هاي السلسلة في الفيديوهات، وراح اخلي لكم جميع روابط هذه الفيديوهات طبعا اسفل الفيديو. طبعا الاشخاص اللي تسالني هل في رواتب او لا، او ما هو الراتب؟ الراتب بالنسبه للاشخاص اللي يجون جدد، اول شيء اللي هو 260 يورو، هاي قبل ما تاخذ قرار اللجوء الخاص بك، يكون ب 260 يورو لكل شخص، تمام. اما بالنسبه للاشخاص اللي اخذوا قبول بعد القبول، اذا كانت علي يطلع لها ايضا 607 لكل شخص من العيله، اما الاطفال يطلع لهم مبلغ اقل حسب طبعا العائلة. أما بالنسبة للشباب العزابي اللي 25 سنة وما فوق، يطلع له مبلغ 607 يورو، وإن شاء الله راح يزيدونه يصير 630 يورو. أما كل شيء من ال 18 لل 24 ما راح يطلع له مساعدات بعد القرار اللجوء، لازم يسجل يا بجمعية اسمها ميسيو لوكال، وهي مسؤولة عنه هاي الجمعية أيضا، إنه مشان راتب أو مشان مساعدة أو مشان أي شيء ثاني.
بس حبينا نفيدكم بهذا الامر. الاشخاص اللي تسالني انه العمر من 18 ل 24 ما يطلع لها اي راتب من الكاف. طبعا بس هاي بالنسبه للرواتب، هاي الرواتب اللي تاخذها لانك انت تكون عاطل عن العمل، يعني بعد القبول هاي الرواتب تاخذها لانك تكون عاطل عن العمل او ما عندك اي دخل ثاني. وبس حبينا نفيدكم بهاي الامور، وقلنا لكم طريقه الوصول اليها شرحناها، وراح احط لكم الفيديو ايضا مشان انه تكون الصوره واضحه للجميع. وايضا في اشخاص يسالوني هل يقبلوا اللجوء فورا او شيء؟ لا، اللجوء يعتمد على قصتك انت، على اثبات الخطر اللي في حياتك في بلدك، وايضا يعتمد على المحقق. انت عندك محكمه واحده، ولازم انه تكون انت تثبت اقوالك او تبين انه عليك خطر طبعا للمحقق، من اجل انه تاخذ لجوء. اللجوء هو نوعين، في 4 سنوات اللي هو حمايه، وفي 10 سنوات اللي هو لجوء سياسي او اقامه دائمه تاخذها انت، وفي ايضا رفض. اذا مثل ما قلت لكم انه هذا اللجوء، اهم شيء تكون عندك قصه مقنعه على المحقق، وايضا بخصوص انه عليه خطر في حياتك. اما بالنسبه للسوريين نسبه القبول عاليه، بس لازم ايضا يثبت انه في خطر لحياته. ايضا في سوريين اخذوا الرفض، بس لازم انت يكون عندك قصه مقنعه، ويكون عندك اثبات انه في خطر على حياتك، مثل الجيش، مثل انه انت يعني ما بدك يعني في خطر على حياتك اذا رجعت لسوريا من هذا الامر. لانه اللجوء الفرنسي يعطونهم يا 4 سنوات يا 10 سنوات. في حال لا سمح الله اخذت رفض الاشخاص اللي تسالني، تقدر تقدم طعن للمحكمه خلال 15 يوم او 20 يوم. وايضا تستنى المحكمه الخاصه بك بانتظار القرار. اثناء هاي الانتظار ايضا الراتب تبعك ما يتوقف اللي هو 260 يورو، كونك اخذ رفض وبانتظار المحكمه. وايضا عندنا موضوع ثاني، اغلب الاشخاص يسالوني هل اقدر اسافر انا الى فرنسا؟ طبعا بعد ما تاخذ قرارك اللجوء وتاخذ كرت الاقامه وتقدم على وثيقه السفر اللي هي الباسبور او وثيقه السفر للاجانب، تقدر تسافر على اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي من دون اي مشكله، كونك عندك انت وثيقه سفر، عندك وثيقه سفر اوروبيه او جواز سفر اوروبي، يعني ما عليه اي مشكله. تقدر تسافر لفرنسا، لالمانيا، لايطاليا، وين ما بدك تسافر، سافر ما حدا يقول لك وين الطريق. هاي بالنسبه للاشخاص اللي تسالني بعد الانتظار، يعني بدك يعني اقل شيء تنتظر من 6 اشهر لسنه مشان تخلص اوراقك يعني جميعا، يعني بعدها بس تاخذ كرت الاقامه، يعني كرت الاقامه الخاص بك، وتقدم على وثيقه السفر، تقدر تسافر فيها وين ما كان من دون اي مشكله. واذا عندكم اي سؤال او استفسار كتبونه بالتعليقات. السلام عليكم.